على مدى عشرات السنين جرت أحداث كثيرة في العالم العربي ساهمت في رسم الخارطة السياسية للشرق الأوسط. حروب ونزاعات إقليمية واتفاقيات كانت القوى الدولية المختلفة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي جزءاً أساسياً منها، وسط حرب باردة بينهما جعلت الشرق الأوسط ساحة للتنافس بين الدولتين. في تلك المرحلة برز على الساحة عراب السياسة الخارجية الروسية ييفجيني بريماكوف، والذي عمل على مدى 50 عاماً في كواليس صناعة القرار السوفيتي وخصوصاً في الشرق الأوسط. استطاع من خلالها بناء صداقات مع عدة قادة من الدول العربية. بدأ بريماكوف حياته المهنية مراسلاً لصحيفة برافدا في القاهرة، ليتعرف من خلال عمله على جمال عبد الناصر ويكتب عنه كتاباً باسم عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ثم مديراً لمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية، ثم رئيساً للاستخبارات الخارجية فوزيراً للخارجية، ثم رئيساً للوزراء، ليضع من خلال خبرته العميقة في العلاقات الدولية أسس السياسة الخارجية الروسية، والتي طورها بعد ذلك الرئيس الحالي فلاديمير بوتين. كتب بريماكوف من خلال تجربته السياسية الواسعة العديد من الكتب التي تتحدث عن المنطقة العربية، منها الكواليس السرية للشرق الأوسط ويوميات بريماكوف في حرب الخليج وكتاب الشرق الأوسط المعلوم والمخفي، والتي يظهر من خلالها مدى تأثير كلمته في رسم مصالح الاتحاد السوفيتي مع حلفائه العرب. في أواخر آب من عام 1971 حطت طائرة الخطوط الإسرائيلية القادمة من موسكو في تل أبيب كان على متنها بريماكوف في مهمة سرية لإعادة العلاقات السوفيتية الإسرائيلية بعد انقطاعها مدة 5 سنوات بسبب احتلال إسرائيل للأراضي العربية عام 1967، حينها لم يكن بريماكوف قد تقلد أي منصب رسمي في الاتحاد السوفيتي، لكن معرفته الواسعة في الشرق الأوسط دفعت القيادة السوفيتية إلى أن تختاره لهذه المهمة. لعب بريماكوف دوراً رئيسياً في العلاقة بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل، حيث طلب منه إعداد مذكرة تحليلية كتب فيها أنه من الضروري اتخاذ بعض الخطوات التمهيدية تجاه إسرائيل. لقد فعل ذلك بمساعدة لجنة أمنية بواسطة الكي جي بي. في تلك الفترة لم يكن لبريماكوف علاقة بالقيادة السياسية في الاتحاد السوفيتي، حيث كان ممثلاً للمجتمع الأكاديمي السوفيتي، وكانت تلك الفكرة الأساسية من اختياره حينذاك. فحتى لو تم اكتشافه فسيظهر حينها بأنه شخص لا علاقة له بقيادة الاتحاد السوفيتي، وأن الاتصالات مع إسرائيل مقتصرة على مستوى العلاقات الأكاديمية، وهذا لن يؤثر على علاقتهم السياسية مع حلفائهم العرب. في صباح اليوم التالي قابل بريماكوف جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل في بيتها الكائن في القدس الغربية. حينذاك
كان بريماكوف يحمل في جعبته الكثير من القضايا العالقة والتي يجب عليه مناقشتها مع جولدا مائير. نحن نفهم أن الاتحاد السوفيتي له مصالح في هذا الجزء من العالم وفي أجزاء أخرى من العالم، لكن يجب أن نعلم هل هناك تضارب في المصالح معنا أم لا؟ أنت تطلب منا أن نتراجع عن الأراضي التي أخذناها بعد حرب عام 67، لكن أريدك أن تقبل ذلك. نحن تعلمنا درساً أنه يجب أن يكون لدينا حدود يمكننا الدفاع عنها. يجب أن تكون الحدود كافية بحيث عندما يقرر أي زعيم عربي أنه يريد مهاجمتنا مرة أخرى، عليه أن ينظر إلى الحدود ويقول: ربما لا ينبغي علي ذلك، هذه أفضل ضمانات للسلام في المنطقة. إذا كان هناك احتمال لمثل هذا الإعداد، فقد تكون جهات اتصالنا مفيدة، لكن هناك تخوف من جهتنا حول إمكانية انضمامكم لحلف الناتو، فهذا إعلان حرب ضد الاتحاد السوفيتي. لم يسبق لأحد أن أدلى بتصريحات في هذا البلد لمحاربة الاتحاد السوفيتي. قلت علناً في البرلمان وفي أماكن أخرى: لا أعتقد أن الاتحاد السوفيتي أو أن قادة الاتحاد السوفيتي اتخذوا في أي وقت قراراً بتدمير دولة إسرائيل، لكن الاتحاد السوفيتي قدم أسلحة لدول عربية، وهذا قد أضر كثيراً بنا. كان من الواضح أن ملاحظتي في لقائي مع جولدا مائير قد أصابت الهدف، لأن موشي ديان في اليوم التالي أشار إلى حديثي مع جولدا وقال: إن إسرائيل لا تحتاج الحماية من الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت نحن لا نريد أن نحارب من أجل أهدافها ومصالحها، نحن يلزمنا فقط الأسلحة، ونحن نحصل عليها دون الانضمام للناتو. بعد ذلك عقد بريماكوف اجتماعات منتظمة في العاصمة النمساوية مع ممثلين عن إسرائيل، وهذه المحادثات قد فشلت في النهاية. والحقيقة أن الاتحاد السوفيتي كان قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب قيامها باحتلال أراضٍ عربية، ومثل ذلك مشكلة كبيرة للاتحاد السوفيتي، ومع ذلك كان مستعداً للحوار مع إسرائيل، ولكن بشرط احترام حقوق الفلسطينيين وإعادة الأراضي التي تم احتلالها. أعتقد أن هذا كان هو الموقف الرسمي للاتحاد السوفيتي، وكذلك وجهة نظر بريماكوف الشخصية التي كتب عنها مراراً وتكراراً. في تلك الفترة كان السادات قد طرح مبادرته الأولى للسلام، والتي تقوم على أن تنسحب إسرائيل من شرق قناة السويس وتكون منطقة منزوعة السلاح، على أن تخفف مصر من تواجد قواتها غرب القناة وتقوم خلال فترة 6 أشهر بافتتاح قناة السويس للملاحة البحرية. في إسرائيل كان هناك ترحيب بالعرض المصري، لكن مع استبعاد مشاركة الاتحاد السوفيتي في هذه التسوية الجزئية، كان بريماكوف يدرك أن هذه التسوية المصرية الإسرائيلية لن يكتب لها النجاح، وأن استئناف العلاقات الدبلوماسية السوفيتية الإسرائيلية سيكون ممكناً فقط بعد القضاء على الأسباب التي أدت إلى قرار قطعها عام 67. كانت إسرائيل حريصة على الحفاظ على العلاقات بينها وبين الاتحاد السوفيتي، لأنها كانت مهتمة بالمهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي، وهذه المسألة لا يمكن حلها إلا بالتعاون بين الجهتين. ومن جهة أخرى، سعى الاتحاد السوفيتي لإصلاح تلك العلاقة حتى لا يفقد دور الوسيط في تسوية النزاع العربي الإسرائيلي.
وذلك لأن عدداً من المسؤولين الأمريكيين عبروا مراراً وتكراراً عن مثل هذه الآراء، مستنكرين كيفية أن يلعب الاتحاد السوفيتي دور الوسيط في تسوية النزاع في الشرق الأوسط إذا لم يكن لدى الاتحاد السوفيتي أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. لذلك هنا في ذلك الوضع حاول الجميع استثمار هذه العلاقة بالحد الأقصى، حاول الجميع تعظيم مكاسبه. في دمشق وبعد خروج فصائل منظمة التحرير من الأردن إثر أحداث أيلول الأسود، التقى بريماكوف بياسر عرفات، والذي بدأ حينها في التفكير بإمكانية إنشاء دولة فلسطينية. في هذا اللقاء قال ياسر عرفات: الوضع سيء، لكن على الصعيد السياسي استخلصنا بعض الإيجابيات مما حدث في الأردن، وننسب للإنجازات أيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تعترف فيه بحقوق الفلسطينيين. سألته هل تعني إقامة دولة فلسطينية؟ فسألني ياسر عرفات عن أي دولة تتحدث، فوضعت أنا النقاط على الحروف وأجبته: أقصد عن تلك التي من الممكن أن توجد في ظروف وجود إسرائيل. فقال عرفات: نحن ليس لدينا القدرة على تدمير إسرائيل في الوقت الحاضر، نحن مع محاولة حل الوضع لصالح الفلسطينيين. الدفاع عن حقوقنا ينحصر في ألا تعود الضفة الغربية المحتلة إلى الأردن وغزة إلى مصر كما كان الوضع قبل عام 67. نحن مع إقامة دولة فلسطينية على هذه الأراضي. أخبرت موسكو بما دار في هذا اللقاء وبأن عرفات سيتجه إلى إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، فموقف ياسر عرفات هذا سيحمل تحديثاً مهماً في عملية التسوية الفلسطينية، وكان لابد أن يبقى الاتحاد السوفيتي قريباً من هذه العملية دون النظر إلى دور الولايات المتحدة في هذا التوجه. كان بريماكوف يعتقد أنه من الضروري إيجاد حل لهذا الصراع دون تأجيل، كما حاول الحفاظ على الوضع الراهن كما هو. كان الأهم بالنسبة له ضمان أمن جميع أطراف الصراع، أي أنه كان على جميع الأطراف أولاً وقبل كل شيء ضمان مصالح روسيا في المنطقة، وثانياً إقامة الدولة الفلسطينية، مع أنه لم يستبعد إمكانية إنشاء اتحاد كونفدرالي بين الأردن وفلسطين، وتم التعبير عن ذلك بصراحة تامة في بعض كتاباته. هذه هي القرارات التي اعتقد أنها ستساهم في حل الصراع وفض النزاع الدائري في الشرق الأوسط. في 6 أكتوبر عام 1973 بدأت القوات المصرية والسورية بهجوم شامل ومفاجئ على قوات الاحتلال الإسرائيلي في سيناء وهضبة الجولان بهدف تحريرهما. حينها لم يطلع السادات والأسد موسكو بساعة الصفر لبدء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، خوفاً من أن يمنع الاتحاد السوفيتي هذا الهجوم. ربما كان أسهل على الأمريكيين أن يعرفوا خطط السادات المتعلقة بحرب أكتوبر 1973 أكثر منا. أتصور أن الفعل الأمريكي، أو على الأصح عدم الفعل الأمريكي في الأيام الأولى للحرب، كانت مرتبطة بحسابات تفكير كيسنجر الذي لعب في ذلك الوقت دور القائد في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. على الرغم من الهستيريا ونداءات القادة الإسرائيليين، تأخرت الولايات المتحدة في فتح جسر جوي لإمداد إسرائيل بالسلاح، فقد بدأ الجسر يعمل فقط يوم 12 أكتوبر، لكنها في نفس الوقت لم تنس أن تعطي إشارات منفصلة في اتجاه مصر، مفادها إظهار أن واشنطن مهتمة بألا تؤثر الحرب على هيبة السادات،
الوقائع كانت تصب في اتجاه أن كيسنجر فكر في حل مشكلته السياسية الدبلوماسية عن طريق انتصار عسكري ساداتي صغير. بعد انتهاء حرب أكتوبر، شعر الاتحاد السوفيتي أن ثمة تحول في سياسة مصر تجاه تفعيل تسوية سياسية مع الاحتلال الإسرائيلي والتقرب أكثر إلى الولايات المتحدة، وفي مثل هذه الظروف سيبدو الدور الروسي أقل تفضيلاً لدى السادات، وخصوصاً مع استمرار جمود العلاقات بين موسكو وتل أبيب. وكانت ذروة التحول السياسي عند السادات حين هبطت طائرته في مطار بن غوريون في نوفمبر من عام 1977 في خطوة حملت في طياتها هزيمة جديدة للإجماع العربي حول تسوية شاملة للصراع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي. كان بريماكوف يعتقد أن الرئيس السادات رئيس مصر سيساهم في حماية مصالح فلسطين وسوريا، أو على أقل تقدير سيساعد إلى حد ما في دعم عملية تسوية شاملة وعدم مقاطعة مساعي التسوية السلمية التي كانت تجري وقتها. لكن لسوء الحظ كان السادات الذي وصل إلى السلطة بعد الرئيس عبد الناصر فاتر الهمة بشكل كبير حتى في علاقته مع الاتحاد السوفيتي، وكانت لديه وجهات نظره الخاصة في السياسة الخارجية، وبالطبع كان هنالك عامل كبير دفعه إلى إبرام هذه الاتفاقية، حيث انهالت المساعدات المالية الأمريكية على مصر بعد إبرام هذه الاتفاقيات. في هذه الحالة كان من الصعب على الاتحاد السوفيتي التأثير بطريقة أو بأخرى في المفاوضات التي كانت جارية بين مصر وإسرائيل. برأي بريماكوف أن تلك الاتفاقيات زعزعت موقف كل من السوريين والفلسطينيين بشدة، وحسب ما كتبه فإن كيسنجر كان لا يريد انتصاراً للأسلحة السوفيتية في تلك الحرب حتى لا يصبح حينها من الصعب تنفيذ الاتفاقيات التي كانت مبرمة سابقاً بين السادات وهنري كيسنجر دون تدخل الاتحاد السوفيتي، والتي كان قد سأل عنها بريماكوف السادات ذات مرة ولكن لم يجبه، أي أن المفاوضات التي جرت في كامب ديفيد كانت قد أجريت قبل ذلك بكثير، وأن خلفية الأحداث التي نعلمها كانت مختلفة بعض الشيء. في مطلع الثمانينيات كان الاتحاد السوفيتي يعيش تحت وطأة مشاكل اقتصادية وسياسية داخلية عميقة أثرت على قدرته بأن يكون لاعباً فاعلاً في الساحة الدولية، وخصوصاً بعد تعاظم دور الولايات المتحدة في المنطقة ومرور الشرق الأوسط بأزمات عدة، منها الحرب الأهلية في لبنان واحتلال إسرائيل لجنوبه. ولكن ورغم تراجع دوره، بقي بريماكوف محافظاً على علاقته مع عدد من قادة الدول العربية مثل حافظ الأسد وصدام حسين وقادة فصائل منظمة التحرير، والتي كان رئيسها ياسر عرفات يتعرض حينها لمحاولة الإطاحة به من قبل النظام السوري. في لقائي مع وزير الخارجية السوري خدام، قال لي إن عرفات أصبح ضعيفاً جداً ومجموعة أبو صالح أصبحت أقوى من أنصاره، وقال بأن السوريين سيكونون سعداء إذا أتيحت لهم إمكانية تنحية عرفات. كتبت حينها برقية إلى القيادة السوفيتية اقترحت فيها كإجراء عاجل أن يقوم راديو موسكو والصحف السوفيتية بإذاعة ونشر مواد إعلانية ضد انقسام الحركة الفلسطينية والإعراب عن دعم عرفات قائداً معترفاً به لمنظمة التحرير الفلسطينية. بعد هذه الرسالة بدأ عرفات يلمس تراجع النشاط السوري الموجه ضده، وبأن السوريين بدأوا يتخلون عن خطهم الساعي إلى إحداث انقسام في الحركة الفلسطينية. في عام 1990 كان هدير الدبابات العراقية أثناء اجتياحها الكويت
قد صم آذان العالم عن أي شيء آخر. تبعها إعلان صدام حسين ضم الكويت لأراضي العراق، ما أدى إلى إثارة غضب دول عديدة وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتي طالبت العراق بالانسحاب الفوري والشامل من الكويت دون أي شروط. بذل السوفييت حينها بقيادة غورباتشوف جهوداً كبيرة لحل الأزمة كوسيط بين الأطراف، وخصوصاً من خلال الضغط على صدام حسين للتراجع عن احتلاله للعراق، تفادياً لحرب أوسع تدخل فيها الولايات المتحدة. وعلى إثر ذلك قرر غورباتشوف أن ينقل الاختصاص في الأزمة من وزارة الخارجية إلى مكتبه مباشرة، وإرسال مبعوث خاص يمثله لمقابلة الرئيس صدام حسين في بغداد. وقد وقع اختياره على بريماكوف الذي كان عضواً احتياطياً في المكتب السياسي الرئاسي وصديقاً مقرباً من غورباتشوف. جرى تكليفنا بمسألتين: الأولى الاتفاق على السماح للخبراء السوفييت الذين يرغبون في العودة إلى الوطن بمغادرة العراق بدون أي عراقيل، والثانية أن نظهر لصدام حسين خلال المحادثات معه أنه لا جدوى أبداً من امتناعه عن تنفيذ مطالب مجلس الأمن الدولي. عند وصولي لبغداد اجتمعت فوراً مع صدام حسين وقلت له: إن لم تسحبوا قواتكم من الكويت فستتعرضون حتماً لضربة قاسية، لا يوجد مخرج آخر غير جلاء القوات العراقية. قال لي صدام حينها إنه في حال الحل العسكري سيستخدم كل ما لديه من وسائل، وسينشر حتماً نيران الحرب في البلدان الأخرى، وأضاف: لو مثل أمامي الخيار التالي، الركوع على الركبتين والاستسلام أو الحرب، فسأختار الحرب. وأنا كإنسان واقعي يمكنني تصور في ظروف معينة الموافقة على سحب القوات، ولكنني لا أستطيع الإقدام على ذلك إذا لم يربط هذا الانسحاب بحل مشاكل المنطقة. حاول بريماكوف التفاوض مع العراقيين حتى النهاية، وفي آخر لقاء له مع صدام حسين كان يطمح أن يكون الحوار فيه أكثر وداً وأن يقتصر على عدد محدود من الحضور، ولكن مع الأسف عقد صدام حسين الاجتماع بحضور عدد كبير من الأشخاص، ولم يتمكن بريماكوف ولا أعضاء مجلس الأمن المرافقين له من التحدث معه بمفرده. بذل بريماكوف كل ما في وسعه لإقناع صدام حسين بسحب قواته من الكويت، لكن لسوء الحظ ولأسباب خارجة عن إرادته لم يكن بالإمكان ثنيه عن ذلك. من جهة أخرى كان للخلافات التي وقعت بين قيادات الاتحاد السوفيتي دور في هذا الأمر، أي أن بريماكوف حاول وقف الأعمال العسكرية لدول الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق، في حين أن إدوارد تشيفردانزي وزير خارجية الاتحاد السوفيتي كان مؤيداً لذلك ونقل تلك الرغبة سراً لواشنطن. أيضاً كان لصدام حسين في البداية شروطه الخاصة لإنهاء الحرب في الكويت، وقد عبر عنها بوضوح شديد، حيث تحدث صدام عن ثلاثة أمور: قال إنه من الضروري حل مشكلة المنفذ العراقي على البحر، أي أن يكون للعراق منفذ على البحر، والشرط الثاني كان انسحاب القوات الأمريكية من المملكة العربية السعودية، وأما الشرط الثالث فكان بالطبع حل القضية الفلسطينية، ولكن كل هذا لم يحدث. بعد لقائي بصدام طلب مني غورباتشوف التوجه إلى واشنطن لمناقشة مقترحاتنا للحل مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. خلال هذا اللقاء سأل بوش عن انطباعاتي حول لقائي مع صدام حسين. كان بوش مهتماً بمعرفة شخصية صدام حسين أكثر مما هو مهتم بآرائه في حل الأزمة، فقد راح يسألني عن تاريخ صدام وعن تحليلي لشخصيته. كان شاغله الكبير هو معرفة مفاتيح شخصية الرئيس العراقي. لقد خيل إلي أن بوش لم يكن بعد قد اتخذ قراراً نهائياً بضرب العراق،
ولم يكن لديه مانع في أن نلتقي صدام حسين مرة أخرى، بل هو أيد هذه الفكرة قائلاً إن هدف اللقاء الثاني محدود، وهو إخبار صدام حسين أن موقف الولايات المتحدة ثابت لا يتزعزع. وأضاف بوش أنه إذا بدرت من صدام حسين إشارة موجبة فإن أمريكا سوف تلتقطها. من خلال المحادثات التي أجراها بريماكوف، حصل بوش على معلومات جديدة لم يكن يعرفها في الحقيقة حول صدام حسين. في الحقيقة كان بوش يحاول الحصول على مزيد من الوقت لاتخاذ قرار الحرب، وبعد مغادرة بريماكوف مكتب بوش بعد نصف ساعة من الاجتماع على أساس أنهما سيلتقيان مجدداً مرة أخرى في نفس اليوم، لكن ذلك لم يحدث، حيث أثناء ذلك تلقى بوش إشارة من قبل إدوارد شيفرد نادزه حول الخلافات بين قيادات الاتحاد السوفيتي، وعلى أساسه طلب من بريماكوف عبر مكالمة من مساعدي بوش مغادرة واشنطن، وبأنه قد حصل على الوقت الكافي وله مطلق الحرية في العودة إلى دياره، ولن يكون هناك لقاء آخر مع الرئيس الأمريكي. وهذا لم يعجب بريماكوف بالطبع. أثناء عودة بريماكوف إلى موسكو، تلقى بريماكوف مكالمة من غورباتشوف تطالبه بالذهاب إلى لندن لمقابلة رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر. في لندن قابلت تاتشر التي لم تتردد ولم تتلعثم في كلمة واحدة، والتي قالت لي: نحن لا نريد على أي طرف أن يتدخل الآن لعرقلة هدفنا، وليس هناك خيار آخر غير الحرب. ثم أضافت أكثر من ذلك أن صدام حسين يجب أن يحاكم كمجرم حرب. وعندما حاولت أن أشرح لها رأيي، قاطعتني بعد قليل قائلة بحدة: لا، لا أريد أن أسمع شيئاً. كانت تاتشر تعتبر أن هذا الوضع فرصة لتدمير العراق وقصم ظهر صدام حسين، بحيث لا يقوم له قائمة في المستقبل. فوجئ بريماكوف بموقف تاتشر العدواني، ومن ثم التقى بعدها بزعماء غربيين وعرب مثل ملكي السعودية وحسني مبارك، في محاولة منه للضغط على صدام حسين لسحب قواته من الكويت دون أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك. عدت مرة أخرى إلى بغداد، وعند الانفراد بصدام حسين أخبرته أن الأمريكيين يميلون وبكل حزم إلى بدء عملية برية واسعة الأبعاد يتم خلالها تدمير حشود القوات العراقية في الكويت. وقلت أيضاً لصدام: إن السياسة فن الممكن، وأقترح عليك الإعلان عن سحب القوات من الكويت وأن تحدد موعد الانسحاب. في هذه المرة تعامل صدام مع المقترح بانفتاح، ولكنه كان يريد ضمانات بعدم إطلاق النار على الجنود العراقيين وهم ينسحبون من الكويت، وأيضاً رفع العقوبات عن العراق. وبعدها أعلن أنه سيرد على المقترح السوفيتي في أقرب وقت. لم تنجح المساعي السوفيتية في إقناع صدام بالانسحاب من الكويت يوم 24 من شباط عام 1991، حين أعلن رئيس الولايات المتحدة بدء هجوم بري لتحرير الكويت من القوات العراقية. فما كان من صدام حينها إلا أنه بدأ في سحب قواته من الكويت سريعاً وقبوله قرارات مجلس الأمن الدولي. كان العراق أحد الحلفاء الرئيسيين للاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط، وكانت دولة قوية في ذلك الوقت. كان بريماكوف يدرك جيداً أنه إذا كان هناك حل عسكري فبالطبع سيتزعزع نفوذ الاتحاد السوفيتي بشكل كبير في الشرق الأوسط. بعد ذلك استمروا في علاقتهم، ولعب بريماكوف دوراً كبيراً في هذه العلاقة، حيث التقى بصدام حسين عدة مرات وحاول إقناعه بنقل السلطة إلى ابنه، لكن صدام رد عليه بأنك عرضت علي أيضاً بعض الإجراءات
في الأحداث التي وقعت عام 1991. ولكن كما ترى حدث ما حدث، كان رأي بريماكوف أنه لو اتخذ صدام حسين قرارات عملية لكان الوضع مختلفاً تماماً عما حصل بعد ذلك. برأيه أنه من المستحيل حل جميع النزاعات الموجودة في الشرق الأوسط بالقوة التي تلجأ إليها الولايات المتحدة في كثير من الأحيان، هذا يخلق صراعات إضافية. هناك موقف لا لبس فيه، وهو أن الولايات المتحدة لها تأثير هائل في الشرق الأوسط، لكنها غير قادرة على حل المشاكل والصراعات في الشرق الأوسط بمفردها. في 25 من آب عام 1991 قدم غورباتشوف استقالته من رئاسة الحزب الشيوعي، وتم إنزال علم دولة الاتحاد السوفيتي من الكرملين في موسكو، ورفع بدلاً منه علم روسيا ليعلن بذلك انتهاء الاتحاد السوفيتي وبدء مرحلة جديدة في روسيا. كان لبريماكوف دور كبير فيها حين عين في عام 1996 وزيراً للخارجية الروسية قبل أن يصبح رئيساً للحكومة الروسية في عام 1998، ليقال بعد عام واحد. ورغم ابتعاده عن المناصب السياسية، ظل بريماكوف يلعب في السنوات الأخيرة من عمره أدواراً استشارية مهمة في سياسة بلده. يفغيني بريماكوف هو بطريرك السياسة الروسية، كان مخلصاً لمعتقداته ولبلده، وكان يحاول حل الخلافات دون مماطلة ودون تصعيد. وإذا تحدثنا بشكل خاص عن الشرق الأوسط، كما تعلم لم يكن لديه أي تنازل، لم يكن هناك تحيز، على الرغم من حقيقة أنه كان ممثلاً للاتحاد السوفيتي وروسيا، لكنه كان يحاول حل تلك المشاكل معتمداً على علاقاته الشخصية، أي أنه شخص محترف يتمتع بصفات إنسانية عالية. شكلت دبلوماسية المستشرق المخضرم بريماكوف وقدرته على وضع روسيا على خارطة العالم السياسية من جديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي نهجاً محورياً في سياسة روسيا الخارجية الحديثة، والتي ارتكزت في طريقة تعاملها مع قضايا العالم على أدبيات بريماكوف في علم السياسة. Thank you.